ندفع مجلس حقوق الإنسان لاعتماد قرار بشأن مشاكل الاستعمار التاريخي والذي حظي بدعم واسع النطاق من الدول النامية قمنا بكشف سجلات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا ودول أخرى عن مذبحة السكان الأصليين وممارستهم العنصرية والقتل العشوائي المدنيين وفرض العقوبات أحادية الجانب بشكل تعسفي بالإضافة إلى انتهاكاتهم لحقوق الإنسان مثل التمييز وإساءة معاملة اللاجئين والمهاجرين لكشف الوجه الحقيقي لمن يسمون أنفسهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان، كما ندعو آليات حقوق الإنسان متعددة الأطراف للتحقيق في تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبتها. وانتقدت الولايات المتحدة ودول الغربية لاستغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية للحفاظ على هيمنتها، ومحاولة استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون الداخلية للصين، وتقويض استقرارها واحتواء تمياتها. في الدور الخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي جرى قبل قليل صرحت سبعين دولة ودعمت موقف الصين بشأن القضايا المتعلقة بشنجان وهونغ كونغ والتبت وتعارض التدخل في شؤون الصين الداخلية بحجة حقوق الإنسان كما تدعم أكثر من عشرين دولة الصين في خطاب جماعي أو خطاب فردي بالإضافة إلى ذلك عبرت ما يقرب من مئة دولة عن تفهمها ودعمها للصين بطرق مختلفة